الخندق الحسيني. والخندق هو ما يحفر حول منطقة أو مدينة ويكون له عرض وعمق لا يسمح بعبور الفرسان ولا المشاة، ويملأ عادة بالماء أو النار أو يترك خاليا، والغرض منه هو إعاقة تقدم العدو وصد هجمات الخصوم. وفي واقعة كربلاء استخدم الخندق أيضا كخطة عسكرية، فلما رأى الإمام الحسين أن الحرب على وشك الوقوع أمر بحفر خندق حول المعسكر والخيم، وأن تضرم فيه النار لتكون مواجهة العدو من جهة واحدة، ولكي لا يباغتوا من الخلف، وتتم حماية النساء والأطفال في الخيام.